خلال شهر رمضان الحياة لا تتوقف والعمل يستمر بطبيعة الحال، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون مهن شاقة ومتعبة. كيف يمكن للعامل أن يصوم ويمارس مهنته بدون مشاكل؟ هو موضوعنا لنهار اليوم، ابقوا معنا. دكتور مساء الخير، شكرا على الاستضافة وصحة رمضان لك. شكرا أنتم على الاستضافة، رمضان كريم وربي يتقبل الصيام إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله. أمين أجمعين إن شاء الله. دكتور يمكن تقدم نفسك للمشاهدين. دكتور أبير عبد الله، أخصائي في طب العمل والأمراض المهنية. دكتور، وأنت المختص في طب العمل، هذا التخصص بماذا يهتم؟ طب العمل تخصص طبي يهتم بدراسة المخاطر الصحية في أماكن العمل أو المخاطر المهنية، تقييم هذه المخاطر وقبل ذلك تحديدها تقييمها، ثم كيفية الوقاية منها، ودراسة الآثار الصحية الناجمة عن هذه المخاطر فيما يخص صحة العامل. وهذا يتسنى لنا عبر فحوص طبية دورية، من ضمنها الفحص الطبي الأولي اللي هو الفحص القبول في بداية قبول العامل في منصب العمل، ثم يتبع ذلك فحوص دورية قد تكون سنوية أو نصف سنوية لمراقبة المراقبة الصحية لهذا العامل. هذا اختصاص مقنن بقانون العمل الجزائري، حيث هناك إلزامية لأي رب عمل بالتغطية الصحية لعماله عبر طب العمل. دكتور، والعمل أنواع متعددة، على أي أساس يتم تصنيف العمل بين عادي وشاق؟ يصنف العمل كشاق إذا كان يحوي على عدة عوامل من لمشقة العمل. نذكر من العوامل أهمها المشقة العضلية. إذا كان العامل يبذل جهد بدني كبير مثل الحمالين، العتالين، في الموانئ، في المطارات. أيضا مشقة الوضعيات العمل الخاصة، هي وضعية الجسم ومفاصل الجسم. بالنسبة لعامل يقف طوال اليوم هناك مشقة على العمود الفقري، بالنسبة لعامل يبلط أرضية معينة هناك مشقة على مفصل الركبة. أيضا بالنسبة للمشقة في جو العمل، التعرض لأغبرة، التعرض لمواد كيميائية متطيرة، التعرض للحرارة العالية بالنسبة لعمال الأفران، عمال سهر المعادن، التعرض لدرجة الحرارة أيضا جد منخفضة في بعض حالات العمل، التعرض أيضا لذبذبات فيما يخص بعض الآلات العمل. أيضا هناك مشقة خاصة بنظام العمل وتوقيت العمل. دكتور، من أجل الصيام بدون مشاكل في العمل ماذا يجب؟ بعد أن قمنا بوقاية في مكان في البيت، نعم، تأتي الوقاية في مكان العمل. هنا يجب التعاون والمشاركة بين رب العمل والعامل، تهيئ بيئة العمل بطريقة صحية، إذا المحافظة على درجة حرارة مريحة سواء بتبريد مكان العمل، القضاء أيضا على الأتربة والأغبرة في منوبات حتى يتسنى العمال الراحة إذا كان الجهد عضلي كبير جدا. أيضا العمل يكون طبعا متابعة صحية مرافقة حتى نتفادى الحوادث والآثار الصحية للحرارة أو للمخاطر المهنية الأخرى. دكتور، نشوفوا ربما أن العمال اللي يكونوا في الورشات أني أكثر الأشخاص اللي يكونوا ربما عرضة لعوامل تجعل الصيام تحوم يكون بشكل صعب. نعم، العمل في الورشة خاصة في الهواء الطلق، تعرض لأشعة الشمس الحارقة قد يؤدي إلى آثار صحية بالنسبة للصائم، خاصة إذا لم يكن هناك وقاية في الليلة السابقة. إذن يعني نتجنب كما قلنا البقاء طويل في الشمس، الوقاية. وإذا أحس العامل بأعراض اللي هي تشمل مثلا الدوار أو الصداع أو الغثيان، هنا يلزم ويتلزم على العامل توقف عن العمل، أخذ راحة. وأيضا إذا في حالات خطيرة وحساسة يشوف الطبيب، اتصال بالطبيب أو ذهاب إلى الطبيب. دكتور، أنت كنت تحدث على بعض المشاكل الصحية التي قد تصادف العمل أثناء قيامه بالعمل تاعو، ما هي الحالات التي يجب عليه مثلا أن يفطر فيها مباشرة بعد حدوث بعض الأعراض؟ كل الحالات التي يكون فيها الأعراض خطيرة مثل الصداع، الغثيان، الدوار، هنا يستلزم العامل الإفطار وعدم المكابرة حتى يقع في مشاكل صحية خطيرة. نعم، وخاصة ربما فيما يتعلق بالسكري وضغط الدم. نعم، بالخصوص بالنسبة للعمال الذين عندهم أمراض مزمنة بالسكري أو ضغط الدم، أصلا صيامهم لا يكون إلا بالاستشارة الطبية. نعم، وإذا تم الموافقة على الصيام تكون متابعة دورية وتوقف عن الصيام إذا حدث أي عرض من هذه الأعراض الخطيرة. دكتور، يعني ساعات العمل تنتهي في وقت مبكر، العامل لما يروح أكيد لازم له راحة من أجل أكيد قبل الإفطار. أكيد الراحة قبل الإفطار أو القيلولة في وقت القيلولة،
مفيدة في الصيام، مفيدة أيضا بالنسبة للأعمال التي يكون فيها العمل بالمنوبات الليلية حتى يتسنى للعامل أخذ قسط من الراحة وتعويض بعض ما فاته من نوم في ليلة سابقة إذا كان يعمل في الليل. نعم. أو ربما يسهر بشكل كبير. نعم. لأنه شيء يميز رمضان. هذا تصرف خاطئ. نعم. مما يؤدي إلى نقص في سواء في كمية النوم ووقت النوم أو في نوعية النوم. نعم. وهذا الاثنان يؤثران على العمل في اليوم الموالي. في اليوم الموالي. دكتور، في الأخير ما هي النصائح اللي تحب توجهها للمشاهدين والعمال بصفة خاصة؟ هي نصائح الوقاية العامة. نعم. كالأكل الصحي، تجنب السكريات المصنعة. نعم. شرب الماء الكافي، تجنب أيضا المنبهات في آخر السهرة. نعم. مما يؤثر على النوم، أخذ قسط كافي من النوم سواء من الوقت أو نوعية النوم. نعم. حتى يتسنى متابعة العمل فيما بعد طريقة صحية وآمنة دائما. نعم. دكتور، احنا نشكركم ونقول لكم بارك الله فيك المعلومات القيمة اللي قدمتها للمشاهدين، وصحة رمضانك مرة أخرى. صحة رمضانكم، نشكركم على الاستضافة، وربي يتقبل الصيام منا ومنكم جميعا كل مسلم إن شاء الله. أجمعين، آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. أن الصحة أساس الحياة، نتطلع دائماً أن نكون الأفضل من أجل خدمتكم، وثقتكم هي دافعنا. مصحة بوكرو تضمن لكم فريقاً متكامل وأطقم طبية أكفاء يسهرون على رعايتكم، تجهيزات ومعدات عالية الدقة والجودة، تخصصات وخدمات متعددة لما قبل وبعد العلاج. مصحة بوكرو، رعاية أهاليكم أولويتنا. هذا البرنامج برعاية مصحة بوكرو.